غادي نعملوا واحد الروز كيجي لذيذ ومزيون، و كتقدموه مع الكفته مشويه مع بينشيتوس اللحام وداش ما كانوا كبده، المهم كيجي مرفوق. هذا كنعملو هنايا قطيره زيت الزيتون والروز كنعبيوه ونجيبوه حتى كيتحمر شويه، و نقول لكم شنو من بعد. دابا حمروه ها كيف كيجي هكذا، هاد عندكم الحرقوه شويه كاد تزول داك الروز، وكتعمل داك المقلانيت كتعمل البصله متوسطه والتو وكتخليهم يمشيو ويجيو مزيان حتى كيتعرقوا كيرجعوا اللون ديالهم شفاف. عاد كتزيد عليهم الروز وكنور وهذا وصافي، كدير الروز وكنور والماء وكتخليهم يطيبوا. ها انا عملت البصله ديالي هنايا والتو، غنزيدو عليهم شوج د بصله هذه في عيني، كنا لي بزاف كتي وتاد ملح وشي بزاف لان غادي نعملو كنور. و صافي هايا، سمحوا لي على قبايل لان البصله بكتني ما قدرتش نهضر. انا عملت زيت تو، غتزيدو معلقه د الزبده كنور اللي بزاف، صافي كتخليهم حتى كي يتصهطوا شويه حتى كيرجع اللون د البصله شفاف. و بلاتي كتزيدو الروز والماء. هنايا انا عملت الروز ديالي مع ديك الزبده والزيت واللي كي وكنور واليبزر. دابا غنكب الماء، والماء غنخليهم حتى كيتبخروا يعني حتى كيطيب. في مقله اخرى كنعملوا واحد معلقه الزبده، كنعملوا معدنوس والشامبينيون كندبلهم حتى هما مزيان. صافي كيف كتشوفوا هنايا عملت المعدنوس، عملت الشامبينيون ديالنا كتقطعوه طيفات صغار ولا تودع عندكم داك البياض عملوه كيجي حتى هو مزيون. الروز ديالنا هو كيطيب، ها هو وعلي يتبخر. الا شفتوه تبخر وباقي في الصول ما زيدوه. جو دابا داك الروز انا مش نعطيكم مقادير مضبوطه. مثلا غتعملوا 4 كيلو ديال الروز، 4 كيلو كاس اللي عندكم عينكم ميزانكم. صافي غتعملوا الروز، غتعملوا ملح بلاتي دالكم الاول باش ما تخربطوش عرفتي شي علاش، حيت هاد الوصفه هادي بنت لكم غير هكذا وصافي، جيت نطيبها قلت حتى اش منشاركها شي معاكم، راه نشاركها معاكم باش جات هكذا، لا ماكينه لا مقدمه ولا حتى حاجه، قصدي ديريكت المقله وزيت الزيتون. المهم كتعملوا مقله كتعملوا فيها زيت الزيتون كتعبيو وتجيبوا شويه واش داك الروز حتى كيرجع اللون ديالو فتي وتذهبي، كتعملوا جانبا وديك المقلانيت كتعملوا زيت الزيتون مع معلقه الزبده ياك، وكتعملوا فيها الثوم والبصله حتى كيرجع اللون ديالهم شفاف ياك. من بعد كتزيدوا عليها ليبزار وكنور، ليبزار وكنور. من بعد كتسيبوا داك الروز ديالنا تعمروا عليها الماء ياك. الماء هو كيكون كاس ديال الروز مثلا جوج ديال الماء ياك، ولكن على حسب الروز صراحه الله، لان ما حين تشوفوه طاب حين يطيب الروز طفيوه، يعني خصو اللي خصو يتبخر مره من الماء يبقاش فيه الماء مره. صافي حين كيوجد الروز ديالنا كنكونوا في مقله اخرى، عملنا الزبده، عملنا معدنوس، الشامبينيون كنشحروهم مزيان فيها، كتعرف الشامبينيون تشحر حيت كيبدا يطقطق، حيت كتبدا تشوف تسمى داك الطق كيبدا بحال الطقطقه ديال الزنجلان. صافي كطفيوه كتشبروا واحد ثلاثة جوج د الفرماجات لافاش كيري ولا اللي عندكم، كتعملوا مع داك الشامبينيون بحال اللي كيذوب، وكتعملوا واحد جوج فاكولتاتيف
تحطيش ده الطاريه، اذا كاينه ما كاينه شي ما تعملوها شي. هي زعما بحال اللي كد بحال اللي كتفزك داك الراوس ياك، بحال اللي كتفزك داك الراوس. و بحال اللي كيتهزك داك الراوس صافي، كتشبو داك اللقمه الثانيه ديال الشامبينيون كتخلطوها على الراوس ديالنا، كتخلط 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 كتجي كريمه وصافي. ممكن تجي مزيونه، كتجي كتحمق طيبه كتحمق. هذه مع من كتعملوها كدمنا مع الكفته، اذا كانت عندكم كفته مشويه او مثلا فيليتي د جداد او فيليتي د اللحام، مهم هي كتجي ناشفه طبعا مع طبس الشلاضه، اما الخاص اما الخيار، غالبية الخاص يعني كده. طبس الخاص كتعملوا هذا الروز وعملوا القفته ديالكم او ستيك او اللي عندكم. ايوا شي كويس العصير، ها الغدا ديالكم موجود بالصحه والراحه. انا نشوفكم ويكم وصفه كيف كتكون في الاخير. انا هنايا يعني عندي جوج ديال لافاش كيريس، شفتوا كيف كيطقطق بحال داك الدره اللي كطقطق. شوف 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 حسي هادي صافي، هذا كذوبوا هذا ومن بيد واحد يمكن لي شي صافي، كذوبوا هذا ونرجع لكم. ها كيفاش كيجي، ذوقوا الملح. انا كيحمق دعته حلا داك تجي فيه عجيبه بلي ما فيهش شي حاجه اللي هي زعما تكون شي مكونات زعما غراب او داك البصله والثومه وزيت الزيتون عملوا البركه ديالهم طيبه مزيونه. حيت الشامبينيون ما فاتش يطيبوا معدنوش، والله الا جا كيحمق. شو انا بغيت تزيدوا، انا عندي جوج د لافاش كيريس ياك، كل ما جا مزعلك بداك الجبن كيجي مزيون. هادي حبيت تزيدوا واه مايونيزا، حيت عملوا واجي داكلو كلوه مايونيزا حتى هي كتجي مزيونه بالحق. غير هكذا بركه وكتجي كتحق كيجي كيحمق. ها الروز ديالنا هو وجد. المهم انا زوقته بالزيتون كحل، عندكم شي دانو الزيتون كحل، انا غير باش عطيت واحد الطوكي في الكاميرا وصافي، ما طاطق يزولو وصافي. ايوا انا قلت لكم كيجي هو في واحد الجهه في الطاسه، كتعملوا الشلاضات الخاص وكتعملوا فيليتي د جداد د قفته بشويه اللي عندكم كبده. المهم هذا كيجي مع الناشف وبالصحة والراحة، وكنتمنى تجاوبوا الوصفات ديالي. تبارك الله تصاور كيوصلوا لي دا واحد النهار غنزلوا داكشي اللي كيصيفطوا لي الناس نوريهم لكم. يلا بسلامة على الحلقة الوصفة القادمة ان شاء الله.